अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं इकरा फातिमा बिन तैली अस्कर हूँ। आज मैं आपको सूरह गाशिया सुना रही हूँ, जिसकी कुल 26 आयतें हैं और ये सूरह मक्के में नाजिल हुआ है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताका हदीसुल गाशिया, وجوه يومئذ خاشية، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرور مرفوعة، وأكواب موزوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. والسلام.